لك أعود إلى أحمد جردات في القدس. أحمد، ختام أو اجتماع، انتهاء اجتماع الكابينت، ونتنياهو يقول مقبلون على حرب طويلة وصعبة كما قال. نعم، الكابينت الإسرائيلي قرر الذهاب لعملية ولحملة طويلة المدى، وقرر أيضا ووضع هدفا لهذه العملية. يتمثل هذا الهدف بتدمير القدرات العسكرية لحماس وللجهاد الإسلامي بطريقة يتم إلغاء قدرتها أو تشكيل أي تهديد على الإسرائيليين، هذا وفقا للبيان الذي صدر في ختام اجتماع الكابينت. نتنياهو أشار للوزراء الإسرائيليين بأن إسرائيل مقبلة على حرب طويلة وصعبة فرضت عليهم، وأنه في هذه الساعة تنتهي المرحلة الأولى بتدمير أغلبية القواعد والوصول إلى أغلبية المسلحين في منطقة غلاف غزة، والآن بدأت الذهاب باتجاه الهجوم على قطاع غزة، وسيستمر دون يعني بلا توقف وحتى تحقيق الأهداف وبكل قوة ودون وبلا هوادة وفقا لوصف نتنياهو. نتنياهو في نهاية الاجتماع أشار بأنه سيتم إعادة الأمن للإسرائيليين وأن إسرائيل ستنتصر، وتقرر أيضا وقف تزويد الكهرباء والوقود وإدخال السلع إلى قطاع غزة. لذلك نتحدث حاليا، نستطيع أن نلخص أن الكابينت قرر الذهاب في عملية عسكرية، الهدف من هذه الحرب استهداف القدرات العسكرية التابعة لحركة حماس والجهاد الإسلامي بشكل يمنعها من تشكيل أي تهديد مستقبلي لإسرائيل. أن المرحلة الأولى انتهت وفقا لنتنياهو، حاليا سيتم توجيه ضربات لحركة حماس والجهاد حتى يتم إعادة الأمن للإسرائيليين. هناك أيضا سيتم مفاقمة الوضع الإنساني في قطاع غزة من خلال وقف إدخال الوقود، الكهرباء والسلع إلى قطاع غزة، بمعنى أن حاليا الساعات المقبلة ستكون صعبة على قطاع غزة وعلى أهالي القطاع، لأننا نتحدث عن عملية كما قالها نتنياهو وصفها بأنها صعبة وطويلة، ما يعني أنها قد تأخذ أسابيع وليس أيام. الهدف هو هدف واسع جدا، نشكك في قدرة إسرائيل على الوصول إلى هذا الهدف، لأنها ستضطر إلى اجتياح قطاع غزة واحتلال قطاع غزة مرة أخرى لتدمير هذه القدرة العسكرية لحركة حماس وحركة الجهاد، وهذه لأن التصريحات إسرائيل ليست في كل جديدة أيضا عملية أحمد عسكرية تقول بأنها بالنسبة للإسرائيليين في كل بالفعل عملية، بالفعل يعني بالفعل، تتكرر ولكن هذه هذه المرة التصريحات. الهدف جدا. نعم، تفضل أحمد. نعم، المشكلة أن الهدف الذي وضعه نتنياهو هو هدف كبير جدا، وهو الآن مطالب أمام الإسرائيليين بتحقيقه، بمعنى في حال الوصول إلى وقف إطلاق